يقول السائل: هل لي أن أخرج زكاة الفطر عني وعن عيالي هنا في مكة علما بأن عيالي بالمغرب؟ نعم، تخرج زكاة عيالك مع زكاتك أنت في هذا البلد، ويجوز العكس أنهم هم يخرجون عنهم وعنك في بلدهم، يجوز أنك تخرج عنك وعنهم هنا، ويجوز أنهم هم يخرجون عنهم وعنك هناك، المهم إخراج صدقة الفطر، هذا هو المهم.